لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين. اخر الاخبار ان مرتضى مش هيتحبس غير لما يتحبس محامي محمود الخطيب. ما اعرفش بقى، ناس بتفتي. بسال حد في النادي الاهلي قال لي والله ما عندناش اي فكره في موضوع الحبس. قلت له طب ما محمد اسوان بيقول لك بلغنا مديريه امن الجيزه وبتاع ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده. قال كان عندنا معلومات ان الحكم مش هيتنفذ الا بعد انتهاء الدوري او بعد حسم الدوري، عشان ايه؟ احتراما لجمهور الزمالك وخشيه تاثر نادي الزمالك بغياب رئيسه في حاله بطوله الدوري. قلت له طب ما الدوري اتحسم. قال لي دلوقتي بقى مش عارف، هل هم مستنيين لما الدوري كله يخلص؟ قال لي مش عارف، يعني انا مش عارف يعني ايه الحكايه، الناس مستنيه ايه، بتعمل ايه، بتسوي ايه كده يعني. فموضوع حبس مرتضى لسه عليه شويه، ما حدش عارف امتى القرار. القرار ما هوش قرار عند الناس الرياضيين ولا عند حد، قرار له امور كتيره جدا بتدرس فيها وامور بتراعى، خاصه فيما يخص موضوع تنفيذ الحكم، لان في حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي ان بقول لك الجمهور ومش الجمهور، في حكم هيتنفذ هيتنفذ، اللي قال لي قال لي هيتنفذ هيتنفذ، وارد نهايه الاسبوع الجاي، وارد في اي وقت، وارد في اي وقت، وارد في اي وقت. البعض بقول لك مستنيين الفصل بقضيه محمد عثمان عشان يبقى حكم قبل حكم ويقعدوا يتصالحوا، برضو ده كلام بقوله لكم، الله اعلم بيه، الله اعلم بيه ايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى، لكن حق ربنا لازم اقوله لك. قال لك وارد يبقى كذا وارد يبقى كذا، ويبقى المساله اتحلت وكابتن محمود الخطيب يتنازل عشان محمد عثمان ما يتحبسش، وده كذا، محمد عثمان واخد سنه ودي كانت سنه، فالسنه اللي كان واخدها مع مرتضى اتقيدت سنه زي ما هي، السنه الثانيه نزلت لشهر، يعني كده كده محمد عثمان هياخد حكم. الناس بتفتي طبعا، كل دي امور عند معالي القاضي سيدنا المستشار، اللي هيحكم هو اللي بيقول، سياده المستشار يقول اللي هو شايفه صح، لكن حكم قبل حكم وحبس محمد الخطيب تأجيله لحد الفصل في قضية الخطيب، مسألة مش عارف يعني، كلام بصراحة أول مرة أسمعه، لكن حبيت أقوله لكم. لكن في كل الأحوال مبروك لنادي الزمالك الفوز ببطولة الدوري، مبروك لجمهوره، مبروك للاعبين.